بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يخلده العالم في 18 من دجنبر من كل سنة، يعني نحن نحضر اليوم احتفاء بهذا اليوم وفي إطار اللقاء الثقافي الذي تنظمه شبكة القراءة بالمغرب فرع بنمسيك للحديث عن اللغة العربية، عن الوضع اللغوي بالمغرب، كذلك عن أدوار التي يمكن أن تؤديها أو تقوم بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني خدمة للغة العربية. نعلم طبعا في هذا الإطار على أن شبكة القراءة بالمغرب هي تهتم أكيد درجة أولى بالقراءة، ولكن كذلك بأنشطة كل ما يصب في اتجاه القراءة من لغات، من ترفيه، من تحبيب القراءة وتقريبها من مختلف الشرائح المجتمعية ومن اليافعين الناشئة وكذلك من الكبار. والحديث اليوم عن اللغة العربية في إطار شبكة القراءة وحديث عن هذا التلاقح الفكري والثقافي الذي تؤسسه اللغة العربية باعتبارها بداية لغة دستورية إلى جانب أختها الأمازيغية، وكذلك للأوضاع التي إما تشهدها أو تعانيها اللغة العربية في مختلف المجالات الحياة اليومية للمواطن المغربي أو المغاربي أو العربي على حد سواء، وفي الإدارات ومؤسسات العمومية والخصوصية وغيرها. طبعا ما يثلجه الصدر على أن خلال مجموعة من الأحصاءات على أن اللغة العربية الآن تعد هي بين اللغات الخمس أو الست المعتمدة بالأمم المتحدة، هي لغة معتمدة كذلك إما لغة أولى أو لغة ثانية أو ثالثة بمجموعة من الدول غير العربية بما فيها الإسلامية أو حتى الآسيوية والغربية وغير ذلك. وهذا الإقبال الكبير على تعلم اللغة العربية في العديد من الدول الغربية والدول الأمريكية أو أمريكا اللاتينية كذلك والدول الآسيوية. أكيد أن هنا نوجد اليوم من خلال هذا اللقاء الثقافي لنؤكد على الأدوار الطلائعية التي يمكنها أن تلعبها جمعيات المجتمع المدني والجمعيات العاملة والتي تصب في الاتجاه والتي تعمل في هذا الإطار، إطار اللغة العربية أو ترشيد الحق اللغوي بالمغرب، لتكون لها تلك المشاركة أو يكون لها ذلك الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة في ترسيخ تعلم اللغة العربية وكذلك في الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي في الفصل الخامس الذي كما قلت يحط على دستورية اللغتين العربية والأمازيغية. نرجو كامل التوفيق لهذا اللقاء الثقافي وأن تتلو لقاءات أخرى دائما في إطار طبعا هذه شبكة القراءة سواء فرع بنمسيك أو بالفروع المملكة، تعزيزا لقدرات وكذلك تعزيزا للأعمال والأنشطة وتحقيقا للأهداف التي رسمتها مثل هذه الهيئات والمؤسسات والجمعيات. اللقاء هو لقاء احتفائي باللغة العربية باليوم العالمي للغة العربية، يندرج في مختلف التظاهرات في إطار وفي مسار التظاهرات التي تعرفها مجموعة من المؤسسات والجمعيات احتفاء باليوم العالمي للغة العربية. وبطبيعة الحال الاحتفاء ليس فقط مجرد استذكار لماضي هذه اللغة ولأهميتها ولقيمتها، ولكن في نفس الوقت هو مناسبة لمساءلة الذات الوطنية والذات العربية والذات الإسلامية عما قدمناه لهذه اللغة، اللغة العربية، اللغة التي أعطتنا عمقنا الحضاري وانتماءنا الهوياتي وقدمتنا كشعوب نكرة، قدمتنا إلى العالم باعتبارنا أصحاب حضارة وأصحاب ثقافة وأصحاب ذاكرة. هذه اللغة التي استطاعت أن تلج بنا إلى مجتمعات التقنية والمعرفة وجعلت أبناءنا يتقدمون في مصاف الفكر والثقافة والإبداع. هذه اللغة هي نفسها الآن ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا لها، هل هي في حالة طبيعية باعتبارها لغة رسمية؟ وكأي لغة رسمية المفروض أن تكون اللغة تستعمل في دواليب الإدارة والتعليم والشأن العام وغيره من الفضاءات الرسمية، أم أنها مجرد لغة نتبرك بها
ننشد بها ونشعر بها. إذن هذا إشكال ينبغي أن نعالجه خلال هذه الندوة التي تنظمها شبكة القراءة بفرع الدار البيضاء.